حضرتك احنا يعني حضرتك اتكلمت في اكثر من موضوع. لا ده هو حسني كان كاتب السؤال كمان بشكل تاني، ان الحكومه طعنت على حكم المعاشات في الوقت اللي اقرت فيه زياده في مرتبات الوزراء. لا الحقيقه احنا عندنا القضيه بتاعه العلاوات الخمسه دي قضيه متداوله كانت في المحاكم بقى لها فتره. الحكم اللي صدر ده حكم تم دراسته من الناحيه القانونيه والموضوعيه، ووجد ان هذا الحكم القانون بيدينا الحق في الطعن عليه لاستنفاذ درجات التقاضي عشان يبقى منفذ يكون بناء على حكم نهائي. ليه؟ لانه هذا الحكم لما طلع له صفه الشمول والعموم، مش كده؟ بيقول لكم ادفعوا لكل الناس وطلعوا معاش خمس علاوات. ما كانش حكم الحاله واحده. بالظبط، بيقول لك انه بعد تاريخ معين كل الناس تاخد خمس علاوات، في حين ان في ناس تستحق علاوتين وناس ثلاثه وناس اربعه. ودي ده موضوع. الموضوع الثاني ان احنا ده عاده الاحكام بتبقى صادره للاستاذ حسني، للاستاذ وليد. احكام شخصيه. احسب معاشه وعلاواته واديها له. مفيش عندنا احكام صدرت قبل كده بهذا العموم وهذا الشغل. الحاجه الثانيه ان الحكم بيقول ايه؟ الغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح العلاوات. مفيش قانون. هو المعاشات ما بتبقاش بقرار، لا قرار وزير ولا قرار رئيس وزراء ولا قرار رئيس جمهوريه، المعاشات بتبقى بقانون. فهو بيقول لك الحكم نصه الامتناع عن قصدي الغاء القرار السلبي بالامتناع عن منح العلاوات، مفيش قرار سلبي بالامتناع عن منح العلاوات. هو القانون لما صدر في 2005 او 2006 او 2007 ما نصش على ضم العلاوات. فالهيئه نفذت القانون اللي صدر ساعتها. فبالتالي في بعض الاشكاليات القانونيه اللي مطلوب انه المحكمه العليا تدينا حكم يعني نهائي وبات. صدور حكم نهائي وبات هو بيكون اخر خطوه في التقاضي، والحكومه بتلتزم ب يعني تنفيذ الاحكام واحترامها طالما يعني الحكم اللي عندهم نيه يا دكتوره. احنا دلوقتي قدمنا طعن للمحكمه الاداريه العليا، وقدمنا فيه وجهه نظر القانونيه والمشاكل اللي بتحترم تنفيذ الحكم بالشكل اللي هو صادر عليه. طب هو ده لو حصل بالشكل ده يا دكتوره دي حامل موازنه الدوله قد ايه؟ في الحاله دي ولازم نحسب وزاره الماليه هي اللي بتتحمل هذه هذا الحكم، مش كده؟ هذه الاعباء هي دي احدى المشاكل. كانت العلاوه اللي كانت بتنزل بيتقصي في قانونها مين الجهه اللي بتتحملها؟ الحكم هنا ما حددش. احنا عندنا قانون التامين الاجتماعي بيقول ان صناديق التامين الاجتماعي ما تتحملش غير المزايا المنصوصه في القانون. يبقى انا مش هعمل مش منصوص على علاوات في القانون. والخزانه العامه ما صدرهاش التزام عليه. مين يتحملها؟ دي احد مشاكل. هو ما قالش في الحكم مين اللي هيتحمل. في حاجه معالي الوزيره كمان ان هو في قضاء من قضايا منظوره امام المحكمه الدستوريه العليا. وناس رفعت قضايا وخدت حكم الايقاف التعليق. معلق الحكم فيها لغايه الايه؟ المحكمه الدستوريه المدنيه. طب صدر الحكم ده في حاجات قانونيه كتيره في الموضوع دوت جاري دراستها يعني. تاخد وقت شويه، تديكم مساحه شويه ان انتوا تعيدوا. لا هي مش مسألة وقت، هي مسألة انك انت الحكم اللي هيتأثر بيه عدد كبير من المواطنين، هو على فكرة مش هيستفيد منه كل أصحاب المعاشات، هيستفيد منه عدد كبير من أصحاب المعاشات. أصحاب العاملين السابقين بالقطاع الحكومي والقطاع العام وبعض منشآت القطاع. فلازم يعني لازم نبقى عارفين هننفذه إزاي عشان ننفذه مظبوط، ولازم نبقى عارفين تكلفته قد إيه، ولازم يبقى واضح أكتر من كده. يعني معاشات اصحاب الاعمال مش مخاطبين بيه، اصحاب قانون 50 عاملين بالخارج مش مخاطبين بيه. فالموضوع فيه اشكاليه. في اشكاليه